في الفترة اللي بتسبق المحاضرة بكون بمضي على الصور وعلى الكتب المقدمة ليا، وبعدين بفحص الأسئلة. في البعض بيحاول انه يجي في الفترة دي يقعد يعرض علي امور اناقشها، ارجو بلاش دي، لان لو قعدنا نعرض ونتناقش مش هيفضل في وقت لا لقراية الأسئلة ولا للتوقيعات، وخصوصا إذا كان المعروض أوراق طويلة عريضة مش وقتها. يسيبوها وأدرس على مهلي، يعني اللي عايز يقدم لي حاجة يسيبها لي وأدرس على مهلي. نجاوب شوية أسئلة. واحد عايز يقابلني علشان طالب رهبانة بدير الأنبابولة، أشوف له معاد الأسبوع الجاي إن شاء الله. واحدة بتقول أنا تعبانة جدا وبفكر في الهرب أو الانتحار، مشكلتي إني مش قادرة أجاهد ولا أستطيع احتمال الضيقات لأني أشعر إني لوحدي ويسوع تركني بعد ما عرفته أو أنا تركته ولا يريد، مش عارف اقول ايه، اشعر اني تايهة، محتاجة اتكلم مع انسان لكي يرشدني. اي انسان يا بنتي؟ لما تهربي تهربي على فين؟ وبعد ما تهربي يبقى الخطوة اللي بعد كده ايه؟ مش أصول واحد يفكر في حياته في خطوة واحدة بس، يفكر الخطوة الثانية الثالثة الرابعة. هتهربي تروحي فين؟ وبعد ما تهربي يجرى لك ايه؟ تعيشي في المجهول كده؟ فكري بعقل، فكري بعقل. او الانتحار، بعد ما تنتحري تروحي فين؟ هتروحي جهنم، في الجحيم، وتبقي ميتة لا رجاء لك. كتير من البنات أو الستات لما يتعبوا يقول انتحر. في بنات انتحروا 20 مرة 30 مرة وقاموا من الأموات. انتحر فكرا يعني، مش ينتحر عملا، ومش قادرة على احتمال الضيقات. الضيقات دي توسع قلبك وتوسع صدرك وتديكي فرصة انك تفكري، وفرصة انك تصلي، وفرصة انك تنتظر الرب. لكن مش اول ما تجيكي ضيقة تقول المسيح تركني. تركك ازاي بس؟ الناس بيعملوا السيد المسيح زي ما بيعملوا اصحابهم البني ادمين، يعني واحد ياخد على خاطره من واحد صاحبه يبقى ياخد على خاطره من المسيح. مالكيش اب اعتراف بتقول عايزه انسان يرشدني، مالكيش اب اعتراف، اقترح انك تروح الاب اعترافك وتحكي له كل حاجه. ده احسن انسان يرشدك. ان ما ارشدكيش اب اعترافك روح الكاهن تاني من الآباء يعني المجاورين ليكوا أو اللي تعرفيهم واحكي له حكايتك. سؤال: هل يوجد صيام انقطاعي في هذا الصوم، صوم الرسل؟ كل صيام في الكنيسة كلها لازم يكون فيه انقطاع. كلمة صوم يعني انقطاع عن الطعام، مش بس أكل نباتي، انقطاع عن الطعام فترة من الوقت يعقبها أكل خالي من الدسم الحيواني، لكن لابد من الانقطاع لازم. اللي ما بينقطعش عن الطعام
يبقى مجرد نباتي لكن مش صايم. فالشخص لابد يمتنع عن الأكل فترة معينة من الزمن، يعني ما يقومش من النوم يفطر، يمتنع عن الأكل شوية. في واحد بيمتنع عن الظهر لحد الظهر الساعة 12، في واحد بيخليها للساعة 1، للساعة 2، للساعة 3، يمد فيها يزود فيها على حسب توجيه أب اعترافه أو على حسب تعوده في السنوات الماضية، لكن لابد من فترة انقطاع. وفترة الانقطاع دي أنا كنت دايما أقترح أن الواحد يوصل للجوع. يوصل إيه؟ للجوع، لأن لما الواحد بينقطع الطعام وما بيجوع شيء مش حاسس انه صام، لكن اول ما يجوع ويشتهي ياكل ويضغط على نفسه شويه يبتدي الصوم ياخد عدل، انه يبقى محتاج ياكل وبيقول لا مش واكل وينفذ كلمه لا، بتقوى ارادته وبيرتفع عن مستوى الماده وعن مستوى الجسد. قيل عن السيد المسيح انه جاع اخيرا، وقيل عن بطرس الرسول في صومه إنه جاع واشتهى أن يأكل. المسيح قيل جاع بس، لكن بطرس جاع واشتهى أن يأكل. فممكن إنك تجوع وتشتهي أن تأكل وترفض أن تأكل وتضغط على نفسك وتستفيد قوة إرادة وضبط نفس، وتستخدم ضبط النفس ده في حاجات تانية. واحد بيسأل عن قول المسيح للشاب لماذا تدعونني صالحا؟ أنا جاوبت على السؤال ده في الكتب بتاعتي، ترجعوا له. واحد بيسأل عن كنيسة موجودة في منطقة الجيزة، ياريت يقابل نيافة مطران الجيزة بخصوص اللي هو عايزه. سؤال تاني، مشكلة القربان داخل الكنيسة أصبحت ليس لها اهتمام لدى القرابني. مشكلة القرابني دي مشكلة قديمة العهد وتحتاج إلى معالجة. تحتاج لمعالجة من نقطتين، من نقطة سعر القربان ومن نقطة طقس القربان. سعر القربان بقت تجارة، بقت تجارة، وممكن الواحد يعمل قربانة بخمسة وعشرين قرش وما تكلفش 25 قرش أبدا. وممكن القرابني يجي له ايراد اكتر من اي قسيس في الكنيسه، وجايز يجي له ايراد اكتر من الاسقف، وخصوصا لو كان قرابني في منطقه مزدحمه بالسكان وبيبيع مئات او الاف القربان ويتحكم في السعر كما يشاء. لو قدرنا ان احنا نعمل مخبز آلي ونوضب القربان على مستوى الانتاج الضخم، يعني الماس برودكشن، وتتوزع على الكنائس. انا عايز افكر في الموضوع ده واتكلمت فيه من زمان، وياريت اللي عندهم اقتراحات عملية في هذا المجال او خبرة يبقوا يقولوا لي، ولو جواب كده يقولوا مشكلة القربان ويدهوني. تاني ناحية مسألة الطقس، مفروض القربان يعملوه خدام كنسيون لهم رتبة كنسية ويعملوه بالصلاة، يعني الدقيق يتنخل ويتوضب بالصلاة
ويتعجن بالصلاة ويتقطع بالصلاة ويخمر بالصلاة ويتبختش بالصلاة ويستوي على النار بالصلاة. مفروض كده ومتشعر بأن القربانة خبز مقدس. أثناء ما بيعملوها كانوا بيصلوا بيقولوا المزامير، بيقولوا الإبصلمودية، بيقولوا التسبحة، مش مجرد عيش عادي، مش مجرد عيش عادي. ولذلك على الرغم من أن الكتاب بيقول أخذ خبزا، إحنا ما بنستعملش خبز عادي، بنستعمل للقربان خبزا خاصا مختوم بختم خاص له رموز معينة معمول بالصلاة وبالتسبيح. طبعا الأربنية العاديين اللي بيتاجروا في الخبز ما بيعملوش كده. فلو ان كل كنيسة قدمت لنا بعض الشمامسة يكون شغلته قربنا، وتأكدوا هياخد مرتب اكتر من خريج الجامعة، يعني نعتبره قربني درجة خمسة درجة رابعة درجة مالية يعني، ويبقى واخد مرتب كويس ويكون حافظ المزامير وحافظ التسبحة وبيصنع القربان بطريقة مقدسة، ولا يكون تاجرا. يدوله مرتب والكنيسة تصرف القربان بأسلوب روحي. مشكلة القربان دي برضه عايز اشوف لها حل. واحد بيسألني عن الخدمة الكنسية في جنوب سيناء وان مش موجود فيها كنيسة قبطية. حاضر، عايز افكر في الموضوع ده. وايه المدن اللي فيها اقباط وايه العائلات قد ايه، يعني زودوني بمعلومات تفصيلية واحنا نشوف ايه اللي نقدر نعمله. واحد بيقول ترى في مبلغ من احد محبي المسيح وهذا المبلغ باسم السيدة العذراء، فهل من الممكن صرف هذا المبلغ في كنيسة القديس ماري جرجس كتكملة لشراء صليب الدورة لعدم امكانيات الكنيسة، والمبلغ 30 جنيه؟ ما دام المبلغ باسم كنيسة العذراء يبقى باسم كنيسة العذراء. اذا كنت عايز لماري جرجس فوت علينا ونديك مبلغ قده لماري جرجس ويبقوا الاثنين خدوا، لكن كون انك انت واحد يستأمنك على مبلغ باسم العذراء تقدمه لحتة تاني مش لطيفة. دايما النذر نحترم فيه رغبة الشخص اللي بينذر. احنا برضو بيجيلنا ساعات تبرعات، واحد يقول المبلغ ده لكنيسة فقيرة على اسم العذراء. خلاص، لكنيسة فقيرة على اسم ماري جرجس يبقى لماري جرجس، يبقى للعذراء. كل حاجة زي رغبة اللي بينذر. جاني خبر بيقول تم توصيل الدائرة التلفزيونية إلى قاعة الكنيسة البطرسية لمن يريد مشاهدة المحاضرة. بر عدد كبير جدا من الموجودين ياريت يتم توزيعهم على الكنائس بدل ما يقعدوا كده في الحوش مش مستفيدين حاجة. واحد في ظروف شديدة تمنعه من الصيام وبيقول اقدر اتناول ولا لا؟ ان كنت مش قادر ابدا فعلى الاقل صوم يومي الاربعاء والجمعة، صوم يومي الاربعاء والجمعة وتناول في يوم اربع او جمعة هتبقى صايم يوميا. واحد
واحد بيقول أبوه واخد رتبة عالية من الشموسية، الشماسية، الشموس يعني الجموح، فرتبة الشماسية مش رتبة الشموسية. المهم أبوه واخد درجة عالية يعني إما دياكون أو أرشدياكون، وبيقول نتيجة الرتبة دي ناس كتير بيطلبوه في التليفون، فهو يقول لهم قولوا مش موجود، فتعبانين والتليفون جايب لهم كذب ورتبة أبوه جايبها كذب. أحسن حاجة إن والدك في الفترة اللي يحب يستريح فيها شيلوا الفيشة بتاعت التليفون، فلما تشيل الفيش يبقى المكالمة مفيش. ويبقى أيضا الكذب مفيش، ويبقى استريح. لكن هو يخلي فيه تليفون ويرد ويكذب، كلام مش كويس. وبعدين قولوا لقرايبكم واصحابكم اذا اردتوا تتصلوا بينا تتصلوا بينا في الساعة الفلانية من الوقت كذا لكذا، غير كده ما تضمنوناش. ويبقى في الوقت ده ترجعوا الفيشة للتليفون، واي واحد هتردوا عليه ما دام انتوا في وقت يمكنكم الرد فيه على التليفون. لكن من يبقى شماس وكذاب ويعلم الكذب دي حكاية يعني لا تناسبه اطلاقا ولا تناسب الدرجة اللي خدها كواحد من الاكليروس. وممكن واحد يسأل في التليفون ترد وتقول اطلبوا الساعة كذا، ويبقى لا قلت موجود ولا مش موجود. يقول لك عايز بابا، قول له اطلبوا الساعة مثلا 6-7، يقول لك انا عايز دلوقتي، قول له بقول لك اطلبوا الساعة 6 وعن اذنك وحط السماعة. وكلمة اطلبوا الساعة كذا ما فيهاش كده، ما فيهاش كده. أو إنك تقول له بابا بيقول لك مش موجود. دي عايزة تسليم بيه. واحد بيقول هل يمكن لكاهن آخر من أبروشية أخرى أن يصلي القداس الإلهي لمناسبة ما في الكنيسة مع علم الآباء الكهنة بكهنوته وبشخصيته جيدا؟ هو مفروض أن أي كاهن يجي من أبروشية أخرى يكون عنده إذن من أسقفه أن يصلي، وأيضا إذن من أسقف الأبروشية اللي هيصلي فيه، يعني إذنين، تصريح من أسقف إبارشيته وتصريح من الأبروشية الأخرى. أما إذا كان من الكهنة المشهورين جدا ومعروف أنه ليس تحت حكم كنسي أو أي حاجة، يبقى ما يحتاجش لإذن من أسقفه، لكن يحتاج لإذن من الأبروشية اللي يصلي فيه. مفروض كده تقول طب افرض هيصلي في القاهرة والبابا مش موجود أو مشغول، يقابل وكيل البطرخانة وياخد منه إذن. المهم يكون معروف إن ده بيصلي، وما تكونش عادة، لأن ساعات حد يجي من الريف ويروح كنيسة يصلي فيها ويستحلي الصلاة فيصلي تالت، وبعدين يكون له شعبية، وبعدين يقول أنا بصلي عندكم كتير تطلعوا لي ما هي، ونبص نلاقيه دخل من الأبواب الخلفية.
وده مش صح. سؤال: هل يفرض على الإنسان الذي يدخل الكنيسة أن يسجد أمام الهيكل ويقبل الكتاب المقدس أو صليب الكاهن؟ وما رأي قداستكم إذا دخل الإنسان الكنيسة وصلى في المكان الذي جلس فيه دون أخذ بركة الهيكل وذلك للمحافظة على الهدوء أو بسبب الكسوف، ولكن نية أخذ البركة موجودة يعني، وذلك لأن بعض الآباء الكهنة ألزم الناس بالسجود أمام الهيكل وأخذ بركة الكتاب المقدس والصليب ويعلل عدم السجود أمام الهيكل بالكبرياء والغرور حتى لو كان هذا ليس في ذهن المصلي؟ احنا بننصح كل انسان ان يخش ويسجد قصاد الهيكل ويقبل الكتاب المقدس اذا امكن ويمشي يروح مكانه، لكن في بعض اوقات ما بيمكنش ان كل واحد يخش، فيكفي ان هو اول ما يخش يحني نفسه كده من جوه الكنيسة ويصلي في مكانه ويقعد في اي مكان، لكن الالزام بالسجود صعب. أنا أرجو من الآباء الكهنة يكونوا حنينين على الناس وما يحكمش أحكام صعبة، إذا ما سجدتش قصاد الهيكل يبقى غرور يبقى كبرياء، حرام، الكلام ده حرام، جرح لشعور الناس وإدعاء بقراءة القلوب والأفكار، وجاي الشخص مكسوف وهو يمكن بيحترم الكنيسة والهيكل أكتر من اللي بيسجد، فأرجو أن بلاش الأسلوب الصعب في معاملة الناس. إحنا نقدم لهم الأمر كنصيحة لكن ليس بالإجبار وليس بالتوبيخ وليس بالاتهام بالغرور بالكبرياء، الكلام ده صعب. واحد بيقول: هل الأموات يتقابلوا مع بعض؟ إذا كانوا من درجة واحدة أو مستوى واحد يعني أو في حتة واحدة، لكن ما واحد مات وراح الجحيم وواحد مات وراح الفردوس، دول هيتقابلوا إزاي؟ يبصلوا من محل يقول له بقابلك مش ده إبراهيم أب الآباء قال له بيننا وبينكم هو عميق لا يستطيع اللي عندكم يجوا عندنا ولا اللي عندنا يروحوا عندكم، فيقابلوا إزاي يا ابني؟ هل يعرفوا بعض؟ يعرفوا، في قصة الغني والعازر عرفوا بعض. واحد بيتكلم على واحدة بتسأل، بس السؤال معقد كده أنا هلخصه من عندي، على لقب تاسوني يعني. إحنا بنقول تاسوني للأخت المكرسة وبنقول تاسوني لزوجة الأب الكاهن، ولو ترملت زوجة الأب الكاهن بتحتفظ برضو بلقب تاسوني سواء كانت زوجة أو أرملة، زوجة كاهن أو أرملة كاهن أو إنسانة مكرسة. بس السؤال متعقد شوية. واحدة بتقول: أنا فتاة في الثلاثين ومخطوبة لخادم ولكنه من الخدام المتعصبين والمتشددين جدا، ويريد أن يعيش فقيرا باختياره. طبعا الفقر الاختياري من صفات الرهبان مش من صفات المتزوجين، والآن بعد عامين من الخطوبة وفترة طويلة يفرض علي شقة في مكان بعيد عن الأسرة في بلدة متطرفة، وإما هذه الشقة أو فسخ الخطوبة، مع العلم بأننا فسخنا الخطوبة لمدة 7 أشهر ثم عاد وطلب الصلح ووافقت على أساس أنه ابن للمسيح
ويجب خدمته. هل أوافق أم أفسخ الخطوبة ثانيا بعد شهر من عودتي؟ مش أصول أبدا الخطيب يهدد الخطيبة بفسخ الخطوبة، تهديد مش لطيف، لأن لما يهددت بفسخ الخطوبة يعني هو مش شريه، يعني ممكن يستغني عنها في أي وقت وما لهاش قيمة عنده. أمال خطبها ليه وهيتزوجها ليه إذا كانت رخيصة عنده بالشكل ده وكل حاجة أفسخ خطوبة أفسخ خطوبة؟ تعبير مش لطيف وما يلقش بخادم من الخدام ان كل شوية يقول افسخ الخطوبة ارجع الخطوبة افسخها تاني. وكمان ينبغي انه في مسألة السكن انهم يتفهموا مع بعض، لكن مش بالضغط، اما كده لاما كده، اما السكن ده لاما افسخ الخطوبة. يشرح لها ان السكن ده مناسب او ما عندوش قدرة على أكتر من كده، ويتفهموا بالمحبة، لأن السكن ده سكن مشترك فلازم يكون فيه موافقة مشتركة. وما تكونش المسائل بالعنف، لازم تكون بالتراضي وبالتفاهم وبالمحبة وبغير أسلوب التهديد. إذا كان الأسلوب ده كده، أمال بعد ما يتجوزوا يقول لها إما كده لإما بيت أبوكي؟ كلام مش معقول يا ابني، إذا كنت حاضر فعيب اللي أنت بتعمله ده. اتفهموا مع بعض، اتفهموا مع بعض، ولازم قبل ما الواحد يتجوز يكون ضامن إن الشخص اللي هيتجوزه يقدر يعيش معاه، يقدر يعيش معاه بالهدوء مش بالعنف. واحد بيسأل يعني ايه أبائنا الأولانيين رأوا الشجرة فإذا شهية للنظر؟ يقول فكيف رأوا الشجرة شهية للنظر قبل أن تنفتح أعينهم؟ الشهوة كانت دخلت جوه القلب، وفعلا بدأت عينهم تتفتح من كلام الحية تصيران مثل الله عارفين القر والشر. بدأ بكلمة تصيران مثل الله شهوة المجد والعظمة والألوهية تخش جوه، فبصوا للشجرة وجدوا منها شهية. كان كل يوم بينظروا للشجرة وهي وسط الجنة، ما كانش فيه شهوة، لكن أول ما الأفكار جات الأفكار سببت الشهوة. تقول ازاي جات لهم الشهوة قبل ما تتفتح عنيهم؟ طبعا لما نظروا وجدوها شهية، كانت عنيهم اتفتحت. هو لسه ما لما يتفتحوا يقولوا ايه ازيد من كده؟ واحد بيقول نرجو فكرة بسيطة عن اللي بلعتهم الارض عشان ادعوا الكهنوت في قصة قرح ودسان ابي رام. ولا حاجة، يعني عقوبة زي ما ربنا ساعة شق البحر الاحمر اتضربت العصا انشق البحر، كمان دي انشقت الارض ودخلوا جوه. عقوبة، وربنا قادر على كل شيء. واحد بيقول ماذا افعل بالنسبة للافكار التي تأتيني وانا اصلي في صيام الرسل وانا صايم لأنها بتسبب لي ألم شديد، وأريد أن تكون صلاتي خالية من أي فكر لكي تكون كرائحة بخور زكية. بس خليها صلاة عادية وبعدين بخور زكية دي بعدين، يعني مرة واحدة من الأفكار لرائحة بخور. لا تستسلم للفكر دي من جهة، واشغل نفسك بكلام الصلاة وركز في كلام الصلاة، وإذا جالك فكر لا تتعامل معاه. وبالوقت لو اتدربت على الاسلوب ده هتلاقي صلاتك تمشي كويس. واحد بيقول هل تمت الوحدة مع كنيسة اليونان الارثوذكس وهل ممكن تناولهم في الكنيسة؟ التناول لسه خطوة بعدين، احنا ماشيين واحدة واحدة وبنقترب لبعضنا البعض اكتر، واحنا نتيجة التفاهم في
مسألة الخلاف اللاهوتي قلنا نقبل معمودية الكنائس اللي تقبل معموديتنا من الأرثوذكس، لأنهم ما دام قابلين معموديتنا يبقى قابلين الإمام بتاعنا والكهنوت بتاعنا، مع إن إحنا أوجدنا حل لاهوتي للإشكال اللي بيننا وبينه. لكن حكاية التناول دي خطوة لسه ما جاش معاها. واحد بيقول هل ممكن ان السيدة او الرجل انهم يترهبنوا بعد ما يفقد احدهم الاخر؟ يعني الرجل اذا ترمل ممكن يترهبن، والمرأة اذا ترملت ممكن تترهبن؟ في الحقيقة لازم نحط عامل السن وعامل ضبط النفس الاثنين مع بعض. اللي بيترملوا في سن صغيرة من الصعب انهم يروحوا يترهبنوا، لانهم اتعودوا على لون من الحياة جايز يتعبوا لو اترهبنوا. فلازم يكون في عنصر السن وعنصر ضبط النفس. واحد بيقول كيف أتخلص من خطاياي الكثيرة مع العلم إن في كل مرة أذهب وأعترف بها، ولا أعمل بنصيحة الأب الكاهن وأعترف إني إنسان مهمل وغير مهتم بالتوبة من قلبي، لأني تعبت من قصة الذهاب والحديث عزين الطائر. مفروض يا ابني إنك تتوب، يعني الاعتراف بدون توبة ليس اعترافا حقيقيا. مفروض ان الاعتراف يكون مصحوب بالتوبة. لازم ابتدي خش في تدريبات روحية علشان تتوب توبة حقيقية. و أنا كتب لكم كتاب طويل عريض عن حياة التوبة، فيه تداريب كثيرة جدا جدا، يا ريت تقراه وتنفذ اللي فيه. واحد بيقول لي هل الإنجيل محرف وسفر نشيد الأناشيد إلى آخره، وماذا أجيب للي بيقولوا لي؟ اللي يكلمك عن سفر النشيد قل له ده الكلام اللي فيه كلام رموز، والمحبة التي فيه عبارة عن رمز للمحبة بين النفس البشرية والله أو بين الكنيسة والله، فمسائل رمزية لا تؤخذ بحرفيتها إنما تؤخذ برموزها وبروحانيتها. أما اللي يقول لك محرف قل له مين اللي حرفه وفي أي عصر من العصور، وهذا الكلام ورد في أي تاريخ، وقول لنا عليه يعني إمتى. حادثة زي دي مش معقول تمر بسهولة بدون ما تسجل في التاريخ. كمان الكتاب المقدس كان قد وصلت النسخ بتاعته إلى كل أرجاء المسكونة بجميع اللغات. يعني أضرب لك مثل بسيط، في أيام بولس الرسول كانت الكنيسة قد وصلت من أورشليم إلى أنطاكيا إلى قبرص إلى آسيا الصغرى إلى جزر الأرخبيل إلى إيطاليا إلى بلاد اليونان، وصلت لأسبانيا حتى، ووصلت أيضا إلى مصر وإلى ليبيا، وامتدت شرقا ووصلت بعد كده في القرن الأول كانت وصلت للهند، وطبعا للعراق في السكة وسوريا وفلسطين وبلغات متعددة. فأصبح الكتاب المقدس موجود باللغة اليونانية وموجود باللاتينية وموجود بالقبطية وموجود بالترجمة القديمة البشيطو السريانية اللي هي الترجمة البسيطة،
وموجود بلغات البلاد الأخرى، فكيف أمكن جمع كل هذه النسخ من كل جهات الأرض؟ وبعدين في القرن الرابع كانت الكنيسة قد انتشرت في كل أرجاء الأرض كله. ده إذا كان بس اللي حضروا مجمع نيقيا سنة 325 ميلادية، 325 كانوا من كان مندوب الكنائس بس 318 أسقف، ومصر كانت عقدت مجمع محلي قبليها حضره 100 أسقف بس بتوع مصر وليبيا. فالحاجة اللي انتشرت في الأرض كلها دي إزاي تتجمع وتتحرف؟ يعني عمليا مستحيل، عمليا إيه؟ مستحيل. بعد ما وصلت لأرجاء العالم كله وبلغات متعددة جدا، بلغات متعددة جدا، كل بلد ترجمته للغة. بالإضافة إلى كده عندنا في المتاحف نسخ ترجع للقرن الرابع، النسخة السينائية والنسخة الفاتيكانية والنسخة الإفرامية. والنسخة الإسكندرية، كل النسخ دي زي الكتاب المقدس اللي عندنا دلوقتي بالضبط بالحرف الواحد. إلى جوار هذا الكتاب المقدس العهد القديم ترجم إلى اللغة اليونانية في عهد بطلميوس فيلادلفوس، بطلميوس الثاني من خلفاء الإسكندر، حوالي سنة 280 قبل الميلاد، ووجد في المتاحف. وما تزال هذه الترجمة اليونانية للعهد القديم زي اللي عندنا بالضبط، وفيها نشيد الأناشيد زي اللي عندنا بالضبط. كل ده من القرن الرابع ومن القرن الثالث قبل الميلاد. دي نقطة. تاني حاجة بالنسبة لكلمة تحريف، متى نقول ان شيء محرف؟ لما نجيب الاصل ونجيب المحرف ونقارن ببعض ونلاقي فيه تحريف. فهات لي الاصل وقارنه باللي موجود دلوقتي ووريني فين التحريف. ومش معقول تقول الاصل انقرض من العالم كله بعد ما وصل الى ارجاء المسكونة كلها وبعد ما ترجم الى لغات. بالإضافة إلى كده، بالإضافة إلى كده، كانت وجدت بدع وهرطقات زي الهرطقة الأريوسية في بداية القرن الرابع، وهرطقة مقدونيوس سنة 381، وهرطقة نسطور سنة 430، وهرطقات فرعية في السكة زي سابيليوس وأبوليناريوس وإلى آخره. والهراطقة دول يؤمنوا بالكتاب المقدس بس بيفسروه بمزاجهم وعندهم نسخ. فلو حصل إن الكنيسة المسيحية حرفت يطلعوا لها الهراطقة ويفضحوها في الأرض كلها. واليهود كانوا واقفين ضد المسيحية، لو كانوا لعبوا في الكتاب كانوا فضحوه. فقل لي متى وكيف وأين، متى وكيف وأين وبس. نكتفي بهذه الأسئلة عشان نخش في الموضوع الأصلي. باسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد أمين. كنا بنتكلم في المرة اللي فاتت عن الروح القدس وعمله وموقفنا من الروح القدس. الروح القدس يعمل فينا ولكنه لا يلغي حريتنا، يسيبنا على حريتنا.
يعمل فينا لكن لا يجعل الإنسان مسيرا نحو الخير. ما زال الإنسان حر يقبل عمل الروح القدس فيه أو لا يقبل. وحياة الإنسان الروحية تتوقف على مدى استجابته لعمل الروح القدس فيه. يعني الحاجة اللي يسموها الريسبونس، ايه الاستجابة، ايه مدى التجاوب مع الروح القدس. له ان يقبل وله انه لا يقبل. فاذا رفض عمل الروح القدس فيه نصل الى نتيجتين خطيرتين. النتيجة الأولى أن روح الإنسان تضعف، روح الإنسان البشرية تضعف. والحاجة الثانية أنه بيضعف عمل الروح القدس فيه، لأن الروح القدس ما يمشيهوش غصب عنه، لازم بإرادته. فإذا كان رفضه رفض تام يبقى روحه هتضعف ضعفا تاما، لأن عمل الروح القدس هينتهي عنده ويبقى الروح القدس ما بيعملش فيه، لأنه لا يستجيب لعمل الروح القدس. كل إنسان معرض للحروب، كل إنسان معرض للحروب، لكن البعض بينتصر والبعض بينهزم. فليه؟ يعني مثلا نقول ان جايز من الاشياء التي تضعف روح الانسان البيئة الرديئة، لكن البيئة ليست مرغمة للانسان، مش مرغمة ليه. ليه؟ نقدر ندي ثلاث أمثلة للبيئة. داود النبي كان في بيئة عثرة من الخارج، العثرة ضغطت عليه فأخطأ. لوط كان في بيئة سدوم وضغطت عليه البيئة، والكتاب بيقول كان البار يعذب نفسه يوم بيوم بمناظر الناس الأشرار، ولكنه لم يخطئ. يعني واحد أخطأ فكرا وقلبا وجسدا، والتاني تعب من جوه نفسيته لكن لم يخطئ. يوسف الصديق كان في نفس العصر، لا تعب ولا أخطأ. يبقى ما نقدرش نقول العثرة البرانية هي كل حاجة، إنما ما مدى استجابة الإنسان للعثرة، ما مدى تجاوبه معها، ما مدى خضوع الإنسان للعثرة أو رفض عمل الروح القدس فيه أثناء العثرة. الإنسان اللي عايز ينجي نفسه يبعد عن العصر زي ما يوسف الصديق بعد. لكن مداومة الأشياء تضعف الروح من جوه. المداومة على إن واحد يعيش في جو معين يتعبه تتعب روحه من جوه، تتعب روحه من جوه. والعكس صحيح، لما الإنسان يحاول أنه يعيش في وسط روحي قوي، الوسط الروحي بيشجعه ويقويه ويديله حرارة روحية فلا تنطفئ الشعلة المقدسة داخله. يبقى الواحد يحاول أنه يختار الوسط الذي يحفظ
روحه وكيانه الروح. برضو نفس الوضع، واحد يقول لك من اللي بيضعف حياتي الروحية المشاكل اللي تحيط بي، نقول برضو ما مدى استجابة الإنسان للمشاكل؟ نفس الوضع، في إنسان تجيله المشاكل تشغل مخه يبات في المشكلة ويصحى في المشكلة ويمشي في المشكلة ومطير عقله مش بدياله أي قوة روحية، وفي إنسان تجيله المشكلة فيلجأ لله بالصلاة بالصوم بالندر بالتضرع المستمر، يتمسك بربنا يقول له مش هسيبك غير لما تديني قوة، تبقى المشكلة بتقويه. يبقى نرجع تاني، القلب هو كل حاجة، عشان كده الكتاب بيقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. واحد يوجد في بيئة ما يستجبش أو يستجيب، واحد يوجد في مشكلة تحوله للصلاة أو تحوله للتذمر، تحوله لتعميق صلته بربنا أو تشغله بحيث أنه ما عندوش وقت يصلي، تختلف من إنسان لآخر حسب القلب. لذلك ما يصحش أن الإنسان يجعل أعذارا خارجية تقف أمامه، لأن ممكن أن الإنسان ينتصر لو أراد، وروح ربنا مستعد يساعده لو هو أراد ولو هو استجاب للروح ولو هو اشتغل مع الروح القدس. النعمة موجودة مع كل إنسان، بتساعد الخاطئ وبتساعد البار، بتساعد الخاطئ ان ينجو من خطيته وتساعد البار انه يتعمق اكثر. لكن في واحد بيشترك مع عمل النعمة وواحد بيرفض عمل النعمة، المسألة كلها تتوقف على مدى الاستجابة ومدى الشركة. ايه علاقتك بالروح القدس؟ تقول اللي بيتعبني مثلا شدة الحروب، الكتاب بيقول حيثما تزداد الخطية تزداد النعمة جدا، تكثر الحروب تكثر النعمة جنبك، لكن كون انك انت تستسلم للحروب وترفض النعمة يبقى غلطتك. يبقى دايما لما نتكلم على النعمة او على الروح القدس لازم نتكلم على العامل البشري، على قلب الانسان ومدى تجاوبه. لذلك قلت لكم باستمرار ان الحياة الروحية تتوقف على الشركة مع الروح القدس. الروح القدس يعمل لكن لازم تشترك معاه في العمل، ما اشتركتش يبقى زي واحد في ايده سلاح وما استخدموش، زي واحد عنده رصيد كبير في البنك وما بيطلعش من الرصيد ويقعد تعبان وحالته زي الفقير بالظبط معاه لكن ما بيستخدمش، معاه المعونة وما بيستخدمهاش. بعد كده نتكلم على نواحي داخلية داخل الإنسان غير الظروف الخارجية اللي بتأثر على علاقته بالروح. أول عامل بيضعف الحياة الروحية وبيطفئ الشعلة المقدسة داخل الإنسان الكسل والتراخي والإهمال. الإنسان الروحي هو إنسان مجاهد، بيجاهد بكل قلبه من الناحية السلبية ومن الناحية الإيجابية، بيجاهد من الناحية السلبية في الانتصار على الخطية وبيجاهد من الناحية الإيجابية في
في ان يقوي علاقته بربنا. لازم لازم في جهاد، لانك لما تمشي في طريق ربنا ما الشيطان بيحسدك وعايز يعطلك، فلازم تثبت انك بتحب ربنا اكتر من الشيطان، اكتر من الخطيه، اكتر من العالم، اكتر من جسد. ازاي؟ بالجهاد. عشان كده الناس اللي بيقول كله بالنعمه، نقول له النعمه بشرط تشترك معاه، بشرط الشركه مع الروح القدس. الرسول بيقول لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه. تقول لي كله بالنعمه، امال ايه الجهاد حتى الدم، المقاومه حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه. واحد عنده عادة خاطئة ما يجاهدش عشان يتخلص منها ويقول كله بالنعمة. هقول لك يعني ايه علاقة جهادك بالنعمة. لما انت تجاهد معناها بترفض الخطية، معناها بتقول لربنا انا مش عايز، انا معاك بس ساعدني ان انا امشي معاك. لكن تنام وتستسلم يقول لك يبقى انت مالكش رغبه تمشي معايا. الجهاد هو اعلان من الانسان انه رافض للعمل الخاطئ وانه بيقاوم، ويقاوم حتى الدم، حتى اخر قدر في ارادته. زي في الجيش لما يقول بيحارب الضابط، بيحارب الى اخر طلقة واخر رجل، الى اخر طلقة والى اخر رجل. فانت برضو لازم الكسل والتراخي يضيعك والاهمال يضيعك. الانسان اللي عايز يمشي في حياة ربنا لازم يتميد بالتدقيق وبالجدية وبالالتزام. لازم يكون ماشي على كلمة ربنا وما بيتحركش لا يمنى ولا يسرى، ملتزم ولا يعرج بين الفرقتين، يوم في العالي ويوم في الواطي. عنده التزام بمبادئ معينة، التزام بخط روحي معين لا يميل عنه يمنى ولا يسرى. رجل صاحب مبادئ. لما الانسان يتكاسل يبقى معناها مفيش اهتمام بالروحيات، مفيش اهتمام بربنا، مفيش حماس داخلي، مفيش محبة للخير، مفيش رغبة في الشركة مع الروح القدس. ادي معنى الاهمال. ساعات ناس يجوا يعترفوا يقول يا ابونا انا عندي شوية تقصير وشوية اهمال. يا ريت يمسك كلمة تقصير واهمال ويحللهم. ليه عندك اهمال؟ ليه عندك تقصير؟ ما بتحبش ربنا؟ ما عندكش حماس للروحيات؟ ما عندكش رغبة؟ ما عندكش شركة مع الروح القدس؟ ولا كل الحاجات دي نحطها في كلمة إهمال أو تقصير؟ الإنسان اللي عايز روح ربنا يعمل فيه يغصب نفسه. تقول لي طب لما يغصب نفسه ده يبقى خير؟ ما يبقى معناها ما بيحبش من جوه وبيغصب زي بعض. لما بيغصب معناها بيرفض الشيطان، معناها بيجحد الشيطان عمليا، الحرب شديدة عليه وهو بيرفض، بيكافح، بيجاهد. هو الحب الإلهي ده يوصل له بعد نهاية الجهاد. في نوعين من الحب لربنا، الحب البدائي اللي به تغصب نفسك، والحب النهائي اللي تصل به الى حرية مجد اولاد الله
وتبقى روحك منطلقة في السماويات، وتبقى مش محتاج لجهاد ضد السلبيات. إن جهدت يبقى جهاد للعلو وللنمو وللسمو إلى آخره. ففي حب من نوع وحب من نوع تاني. فالحب الأولاني يخليك تجاهد من أجل ربنا، لا تكسل في وصاياه. احنا داخلين على الصيف وفي عطلة صيفية وفي مجال للتدريب الروحية، بس تصلوا ان اولادنا بتوع الثانوية العامة ينتهوا من امتحاناتهم على خير، ويبتدي الكل يجاهدوا معا، ويبتدي تدريبات للنشاط الصيفي لتقوية الروح مش لمجرد الترفيه الجسدي. الإنسان اللي ما عندوش كسل هو إنسان ملتزم. يعني إيه إنسان ملتزم؟ يعني يقول أنا مقرر إن اليوم مش ممكن يبتدي إلا بالصلاة، أقوم من النوم أصلي، ربنا يكون أول واحد يكلمني. تقول أنا آسف كنت عايز بس صحيت متأخر، كنت عايز بس الوقت ضيق. ما فيش كنت عايز، ده أنت تصلي ولو دقيقة علشان تثبت التزامك وتثبت انك انت دقيق ولو دقيقة. تقوم من النوم كده وتقول يا رب اديني وقت اصلي، يا رب ما توجد لي، ما تسمحش ان انا اخضع للمعطلات الخارجية. ايها النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان آت العالم، وتكمل تقول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وتكمل تقول أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يليق بالدعوة التي دعيتم إليها بكل تواضع القلب والوداعة وطول أناه، وتكمل مهما كان. يجي حد يكلمك تهزله راسك وتكمل. ملتزم تقول هصلي يعني هصلي مهما كانت المعوقات، مهما كان الوقت. الوقت ليس عذرا، بدليل انك انت لما بتحب تعمل عمل بتلاقي له وقت، لما تحب تقرا جرنان بتلاقي له وقت، لما تحب تبص على التلفزيون بتلاقي له وقت، لما تحب تاكل بتلاقي له وقت. ايش معنى يعني الصلاه دي اللي ما تلاقيلهاش وقت؟ هي في الحقيقه حكايه ما فيش وقت دي مش صح، هي ما فيش رغبه. لو في رغبه هتلاقي لها وقت. ما تضحكش على روحك وتقول ما فيش وقت، ده انت ممكن انك ما لقيتش وقت وقاعد تاكل، وانت بتاكل تقول مزاميرك، وانت بتاكل تقول شوية صلاة، وما تقعدش تحكي على الميدة تصلي. لو انت ملتزم، لو عندك حرارة روحية وتريد ان تحتفظ بيها. لكن كل خطية تقع فيها تجيب لها عذر. على رأي واحد قال إن طريق جهنم مفروش بالأعذار، طريق جهنم مفروش بالأعذار، يعني الواحد وهو ماشي رايح جهنم يلاقي عذر هنا وعذر هنا وعذر هنا، أعذار. والأعذار تحمل خطية أخرى هي خطية تبرير الذات. الأعذار تحمل خطية أخرى هي خطية تبرير الذات، لأنك عايز تبرر نفسك وما تجيبش العيب على روحك ومتلزق العيب في الأعذار. الإنسان الضعيف يحتج بالأعذار، والإنسان القوي ينتصر على الأعذار. فأنت ضعيف ولا قوي؟ الإنسان الضعيف يحتج بالمشاكل، والإنسان القوي ينتصر على المشاكل، يشق له طريق كده جوه البحر الأحمر. مفيش مشاكل. أنتوا عايزين الروح القدس يشجع على الكسل؟
عايزين النعمة تشجع على التراخي؟ لا، النعمة تعمل بعقلك. لازم انت لازم تكون انت انسان نشيط في روحياتك، انسان قوي، انسان عندك حرارة. كويس. كلمة داود لابنه قال له تشدد وتشجع وكن رجلا. وكن ايه؟ رجل. خلي عندك العزيمة والقوة والشهامة والنخوة، خليك راجل. ايش معنى واحد عايز يعمل راجل لما واحد يغضب عليه يرد يقول لا انا راجل ويرد الغضب بغضب؟ طب ما الشيطان لما يضحك عليك ما تخليك راجل وتنتصر عليه. هو بس الرجولة تتشطر على بني ادم، تتشطر على الشيطان. عايز تثبت شجاعتك، اثبت شجاعتك قصاد الخطية مش قصاد انسان غلبان. فالكسل والتراخي بيضيعوا الانسان. واذا الانسان مشي في الكسل مع الاعذار مع الحجج هيتعود. لان ما دام بتجيب لنفسك عذر معناها راضي باللي انت فيه وشعر ان ده طبيعي. لا، ده مش وضع طبيعي، والوضع الخطأ لازم تنتصر عليه وما تجيبش لنفسك اعذار، ولازم تقاوم. وسط الخطية ممكن الروح القدس يتدخل، ولكن انت لا تستجيب فتسيبه يمشي. زي في النشيد تقول حبيبي تحول وعبر، طلبت فما وجدت، دعوت فما أجاب. الروح القدس يطرق على بابك، لكن لازم انت تفتح الباب. المسيح بيقول انا واقف على الباب واقرع، من يفتح لي ادخل واتعشى معه. هو بيخبط على الباب لكن لا يقتحمه. ليه؟ لان الانسان مخير، ارادتك في ايدك. لازم انت اللي تفتح، تقوم وتفتح وتقول له اتفضل يا رب، تعال ايها الرب يسوع. لكن تنام ملكوت السموات لا يدخله النائمون ولا الكسالى ولا المتهاونون. دول مش بتوع ملكوت السموات. مش بس الكسل يعني التقصير في العمل الروحي، الكسل في مقاومة الأخطاء. الكسل في ايه؟ في مقاومة الأخطاء. يعني افرضوا مثلا ان انسان واقع في مشكلة مسك سيرة الناس، غاوي يعرف اخبار الناس وغاوي يتكلم عن اخبار الناس. دي مشكلة عند كثيرين، غاوي يعرف اخبار الناس وغاوي يتكلم عن اخبار الناس، ولا يختار من اخبار الناس الا السيء منها لكي يتكلم عليه. طبيعته كده. يقاوم ولا ما يقاومش؟ الروح القدس يقول له عيب، انت مالك، خليك في حالك. يجيب اعذار 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 ويلبس التهمه لغيره، ويمكن هو اللي يجر غيره للكلام لغايه لما يقع ويقول شايف هو اللي قال، انا ما قلتش. دي عايزه مقاومه ولا مش عايزه مقاومه؟ لازم الانسان يقاوم، يقاوم ويغير طبعه، والا هيعيش ويموت والطبع فيه، يعيش ويموت والطبع فيه، ما يغيروش. غاوي يتكلم. ما يصحش التراخي مع الخطيه، وما يصحش التراخي مع التقصير، وما يصحش التراخي في العمل الروحي، وما يصحش التراخي في مقاومة الفكر. يجي لك فكر تتراخى معاه وتكسل عنه لغاية لما يسيطر عليك. أول ما يجي لك الفكر بتبقى قوي
وقادر على مقاومته. كل ما تتراخى كل ما يسيطر عليك الفكر، تقول استنى لما اشوف هيوصل لفين، هيوصل لاعماقك ويسيطر عليك ويمسك ارادتك، وبعدين تلاقي نفسك بقيت عبد للفكر والفكر هو اللي بيمشيك. لكن في الاول ما كانش كده، نتيجة التراخي والكسل. عشان كده الرسول بيقول لم تقاوموا بعد حتى الدم، لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد القطيع. طباعك لازم تقاومها. المشكلة في مقاومة الطباع والعادات، اما ان الانسان مش حاسس انه غلطان او مستسلم، واما ان الانسان يقوله فيها ايه او يعذر نفسه او مبسوط بالطبع الى غيره. لكن مفروض انك انت تقاوم، ومفروض انك تستجيب للروح ولا تترك الروح يتركك، تمسك في ربنا كده. بيقول ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، يعني لما الروح يعمل فيك وتسمع صوت الروح جواك لا تقسي قلبك، بل انت تشتغل معه. وايضا لا تؤجل، لا تؤجل. انا عايزكم كتدريب نبتدي بيه صوم الرسل، انكم تبتدوا اليوم بالصلاة ولا تؤجلوا. يعني نتدرب على الحكاية دي، اول ما الواحد يقوم من النوم يبتدي بالصلاة. لو قدر يقرأ له حاجة في الكتاب يبقى حاجة كويسة، يعمل كده مهما كان، حتى لو كان عنده امتحان هيقرأ ايه؟ الشيطان بيضحك علينا. يعني ايه بيضحك علينا؟ يقول لك ولا مؤاخذة انا مستعد بس ما عنديش صلاة، ما عندي امتحان. طب والصلاة دي تاخد منك ايه؟ هتاخد دقيقتين؟ لا، انا مستعد امسك الساعة واشوف بتاخد قد ايه. يعني واحد يقول أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. 17 سنة صحيح، افرض هتقول مزمور انا ماسك السواد. طوبى للرجل الذي لا يسلك في مشورة الاشرار وفي طريق الخطاه، لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهب نهارا وليلا. كن كشجرة مغروسة على مجاري المياه، تعطي ثمرها في حينه ورقها لا ينتثر، وكل ما يصنعه ينجح فيه. ليس كذلك الأشرار، ليس كذلك، لكنهم كالعصافة التي تزريها الريح على وجه الأرض، لذلك لا يقوم الأشرار في يوم الدين والخطاة مجمع الصديقين. 30 سنة امسك، لا معلش مش مسألة تصفيق، امسك الصلاة وقولها، واحنا ما بنقولها واحدة واحدة، يعني في ناس بيكروتوها بتاخد أقل. هتلاقي هتقدر تقول الصلاة بتاعتك وتاخد دقيقة، تاخد دقيقتين، زي ما قلت مرة في اجتماع دقيقة لله، مفيش دقيقة لله. اللي بيقول ما عنديش وقت، ترجمتها في القاموس الروحي بتاعي مفيش رغبة. كلمة مفيش وقت عندك لما اشوفها في القاموس بتاعي ألاقي ترجمتها مفيش رغبة. كلمة مفيش وقت محاربة من الشيطان علشان يعطلك، وهكذا في قراية الكتاب. ده أنت ممكن تقرأ جزء من الكتاب وما تاخدش غير دقيقة أو دقيقتين، كلهم على بعضهم يطلعوا 5 دقايق، لكن تديك دفعة روحية قوية.
جايز يجي لك العوز يقول لا وانا بتاع حاجات زي دي، ده انا بتاع قرايه بتامل. يا عم ابتدي معانا على قدنا ارجوك، اقرا في الاول وان اتاثرت بالقرايه هيجي لك التامل، لكن ما تقراش خالص بحجه التامل. اقرا اقرا واحفظ لك ايه واحده وتامل بيها وانت ماشي في السكه، وانت ماشي في السكه. يعني مثلا اخذت الجزء بتاع الرساله الى افسس، اطلب اليكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كما يليق بالدعوه التي دعيتم اليها بكل تواضع القلب والوداعه وطول الاناه محتملين بعضكم بعضا. وبعدين تاخذ محتملين بعضكم بعضا وتمشي تتامل فيه، مين من الناس انا ما بحتملوش؟ ما احتملش فلان ولا فلان عشان كذا وكذا، طب ازاي احتمله؟ وتقعد تمسك الايه دي وتهز فيها طول ما انت ماشي في السكه، تقول الكتاب بيقول محتملين بعضكم بعضا. انا ما بحتملش فلان لانه وحش، طب ما هو الوحش هو ده اللي مطلوب احتماله. هو حد بيقول لك احتمل الناس الكويسين؟ الناس الكويسين تاخد بركته، لكن هتحتمل الوحشين. وتقعد تاخد الآية دي وتحفظها وتفكر فيها من أجل خلاص نفسك. لكن تقول إما قراءة بتأمل وإما مفيش قراية، إما صلاة بعمق وإما مفيش صلاة، ابتدي أي بداءة ولا تكسب وهتجد الروح يشجعك. لأن الكتاب بيقول إيه؟ كنت أمينا في القليل فسأقيمك على الكثير، كنت أمين في الصلاة العادية أقيمك على الصلاة بعمق، كنت أمين في القراءة العادية أقيمك على القراءة اللي بتأمل، كنت أمين في الصلاة العادية هديك الصلاة اللي بحرارة أقيمك على الكثير، كنت أمين في إنك تغصب ذاتك على الخير أقيمك على الكثير اللي هو محبة الخير بدون تغصب. لكن لازم تبتدي، خليك أمين في القليل، لا تكسل لا تتراخى لا تضعف أمام المحاربات. لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. تقول لي الروح القدس مش بيعمل، طب ما عملش فيا ليه؟ اقول لك لا بيعمل فيك وانت اللي مش راضي تشتغل معاه، هو بيعمل فيك وانت مش راضي تشتغل معاه. ازاي؟ هقول لك ازاي. جه الملاك يقول اخرجوا من سدوم، تراخى لوط وما خرجش لغاية لما الملاك قعدوا يزقوه زق كده ويشدوه شد، يشدوه شد ويزقوه زق ويخرجوه. والاثنين الملاكين ماسكين لوط ومراته وبنتينه، مش هي دي العيلة أربعة؟ ودول ملاكين كل ملاك ليه إيدين، يبقى إيدين كل إيد ماسكة حد. يعني ملاك مثلا ماسك لوط بايد ومراته بايد، وملاك ماسك البنت دي بايد والبنت دي بايد، وامرأة لوط وقتها في ايد الملاك اتحولت الى لوح ملح، عمود ملح. ده الملاك ماسكها في ايديه، النعمة بتشدها بتزقها ماسكها بتقطها. الايدين في ايد الملاك والقلب في الهلاك. عمل ايه؟ مراح. فجايز النعمة تشتغل معاك وانت ما بتشتغلش معاها، الملاك بيشدك وانت مش عايز تتشد، يسحبك لقدام وانت ترجع لورا. هو الملاك هيرغمك على الخروج من سدوم، هيساعدك هيزقك، في عربية تزقها من كسرة الزق تاخد شوية حرارة، وفي عربية مهما تزقها حطي كلمون مش عايز، لا موتور بيشتغل ولا بقية الأجزاء، أنا ما فهمش في العربيات، المهم مش راضية تمشي رفض. هو كل حاجة تيجي بالزق؟ مش كل حاجة تيجي بالزق.
اللي بيستجيب للزق ويجيله حرارة بالزق بيمر. فلا بد انك انت تشترك مع الروح القدس وتبدي رغبتك وتاخد حرارة فيك ولا تؤجل. التأجيل بيطفي الحرارة اللي في داخلك، التأجيل بيضيع اشتياقك. يعني عندك اشتياق دلوقتي القراية روح اقرأ، عندك اشتياق للصلاة دلوقتي روح صلي، عندك اشتياق للترتيل روح رتب، عندك اشتياق انك تقعد تكتب تأملاتك اقعد اكتب. تأكد ان هذا الاشتياق زقة من الروح القدس بتزقك، عمل من النعمة بيفتقدك. تقول طب بعدين، تيجي بعدين ما تلاقيش لا الرغبة ولا تلاقي الحرارة ولا تلاقي حاجة ابدا. التأجيل معناها الرفض او الرفض المؤقت، وبالرفض بتضيع الحرارة. عايز احنا نمشي مع ربنا، لازم الواحد يمشي في الطريق، لازم. لكن مش معناها انك انت تنام وتقول ربنا يوصلني. ايضا اذا اردت انك انت تمشي في الحرارة الروحية لا تعرج بين الفرقتين، لان غالبية الناس يوم كويس ويوم وحش، يوم كويس ويوم وحش، ووسط هذه الزبزبة والمرجحة ما بيوصلوش. الانسان الروحي له خط بيمشي فيه لقدام، قوة كده. عارفين زي ايه؟ احسن تشبيه ليه؟ السهم اللي بيخرج. تلاقي واحد بيرمي سهم، السهم ماشي في اتجاه واحد لا بيتحرك يمين ولا شمال. عمركم شفتوا سهم بيمشي في خط زجزاج كده؟ مستحيل. السهم بيمشي بقوة شديدة ونحو الهدف وفي اتجاه واحد وبسرعة، بقوة شديدة بسرعة باتجاه واحد نحو هدف معلوم. يا ريت تبقى أنت مثل السهم كده في روحياتك، محدد الهدف الروحي بتاعك، عارف الوسيلة، بتنطلق كالسهم نحو الغرض بتاعك. ده اللي مفروض يكون الإنسان، لا يعرج بين الفرقتين. ده الكلام اللي قاله إلي النبي، قال لا تعرجوا بين الفرقتين، إن كان الله هو الله فاعبدوه وإن كان الله هو البعل فاعبدوه. تمشي يوم في العالي ويوم في الواطي، دي سكة ما توصلش أبدا. من ضمن العيوب الروحية اللي بتطفئ حرارة الإنسان في داخله إن مشغول بغير ربنا. ربنا يقول لك عايزك وأنت مشغول بغيره، غيره ده يطلع ايه؟ كل واحد تختلف من واحد لواحد. واحد مشغول بانسان، واحد مشغول بشهوة معينة، واحد مشغول برغبة، واحد مشغول بعلم، واحد مشغول بشهادات، واحد مشغول بفلوس، واحد مشغول بوظيفة، واحد مشغول بالكلام على الناس وبالتسالي اي حاجة هو مشغول، بس واحد مشغول بالقهوة بالشطرنج بالكوتشينة بالراديو بالتلفزيون، هو مشغول وبس. يجي الروح القدس يلاقيك مشغول، مشغول على طول. طب امتى تفضل ربنا؟ اذا انشغلت بغير الله ضيعت الفرصة الروحية منك. شوف ايه اللي بيشغلك عن ربنا وحاول تبعد، وحاول تبطل، وحاول تجدد عهودك مع ربنا ولا تنشغل بغيره. في ناس يقول لا، شوف انا انسان مواظب على قراية الكتاب، على الكتب الروحية، على الكتب الدينية، ومشكلته ان بيحول الديانة الى فلسفة الى علم. في علم اسمه علم الروحيات، يقول لك انت عايز الصلاة، اقول لك الصلاة لها درجات، تبدأ بالصلاة بالهزيز بالتأمل بالسيئورية بالدهش،
قائم. طب وانت موضعك فين في دول؟ مالكش دعوه بموضعي، انا بقول لك على الدرجات. درجات ايه؟ هي علوم، هي مش في حصه علوم، في روحيات. واحد يكلمك عن يقول لك لا الملائكه نعرفه. انا اقول لك شوف، طبقه الشاربين كذا، طبقه الصرافين كذا، طبقه الكراسي كذا، والعروش كذا، طبقه. طب وانت ايه علاقتك بالملائكه؟ ملوش علاقه، هو علم، فكر. تحول الدين الى علم، تحول الدين الى فلسفه. حتى درس الكتاب نفس الوضع. تقول له ايه علاقتنا بالروح القدس؟ يقول لك اسمع، انا هقول لك على حاجه، في شيء اسمه الحلول وشيء اسمه الامتلاء، والفرق بين الحلول، حلول الروح كذا، والفرق بين الامتلاء بالروح كذا، ويخش لك في الحلول والامتلاء. تقول له ما موقفك من دول؟ مخ. مرة واحد مسك راسه كده وقال ادي الثمرة المحرمة اللي ادم مشي فيه، المعرفة، شجرة المعرفة. العلوم بقى علم، ويتحول الانسان الى دائرة معارف، الى قاموس عقيدي، قاموس لاهوتي، قاموس روحيات. والحياة الروحية فيش علوم علوم علوم. وانت فكرك الشيطان لما يليك قاعد تقرأ في الكتاب يسيبك؟ يقول لك ده نقرأ معاك، ده انا افسر لك ما يغمض عليك، ويقعد يدخلك في افكار، وتتحول من الروح الى العقل، وتتحول من الممارسة الى الفكر، ويصبح الدين بالنسبة لك علوم علوم. تتكلم عن رحلات بولس الرسول كما يتكلم التاريخ عن فتوحات نابليون او الاسكندر، وخريطة واكتب ودرس كتاب وجغرافية كتاب واثار كتاب. خليك انسان روحي، وامسك كل كلمة في الكتاب، ادخل الى اعماق اعماقها، ودخل الكلمة الى اعماق اعماقك، واعرف ان كلام ربنا روح وحياة. تعرف الروح اللي فيه وتحوله الحياة. وتفضلوا نصلي. وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركاتهم المقدسة وحكمتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم في الطب المعنى كلنا أمين في كريستوس نموت.